موجود وحارس المرمى حاضر ستيفان أورتيغا في ضربة حرة مباشرة لبرشلونة تلعب عالية بهذه الصورة ولا زالت خطيرة وهدف التعادل هدف التعادل أوباميانغ أوباميانغ 1-1 في شوط أول لا شك أنه جيد هذه الكرة كان موجود في المكان السليم ويسأل حارس المرمى طبعا يسأل حارس المرمى بدأت من البرازيلي رافينيا وصلت إلى الجابوني الجابوني الذي سددها بقوة وسجل بالقميص الجديد هدفا بهذه الصورة نعم من مسافة ومن زاوية تبدو صعبة جدا بل مستحيلة لكن طبعا تعبر حارس المرمى اللي هو ستيفان